للشهيد نتذكر فيه تضحيات أسلافنا الميامين من الشهداء الأبرار والمجاهدين المخلصين. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أيها الإخوة أنه من أسدى إلينا معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. وعلم أيضا صلى الله عليه وسلم أن من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ولم يشكر القليل لم يشكر الكثير. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. ولا شك أيها الإخوة أن ما أهداه لنا الشهداء الأبرار هو أعظم هدية يستطيع الإنسان أن يقدمها لوطنه ولشعبه، ألا وهي الشهادة. فنسأل الله سبحانه وتعالى للشهداء الأبرار أن ينزلهم الله سبحانه وتعالى فسيح جناتهم الذين ساهموا مع إخوانهم الشهداء في تحرير الوطن. وطوبى لمن يحرس الجزائر من تربص الأعداء، فطوبى لجميع قوات الجزائر العسكرية، الجيش الوطني والبنك الوطني والأمن الوطني والجمارك وكل من يحرس الجزائر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين.